مقرها مركز شرطة ملاوي. المرشح عبد الله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبد الله خليفة، وحصل على 10,000 صوت و424 صوتا. المرشح أحمد جمال جمال موسى، وحصل على 9998 صوتا. المرشح زاهر ناجح زاهر قليني، وشهرته زهجر دياب زاهر، وحصل على 5813 صوتا. المرشح أسامة عبد الشكور حمزة دردير، وحصل على 8916 صوتا. المرشح صلاح إسماعيل علي مطر، وشهرته صلاح مطر، وحصل على 7537 صوتا. المرشح محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، وشهرته صابر عبد الحكيم، وحصل على 26642 صوتا. المرشح شنودة بولس جاد السيد بيباوي، وشهرته مينا جميل جاد السيد، وحصل على 7698 صوتا. وبناء على ما سبق وإعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، وإذ لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة بدائرة مركز شرطة ملاوي محافظة المنيا، فقد صدر قرار الهيئة لإجراء جولة الإعادة في الانتخابات بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهما عبد الله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبد الله خليفة، وحصل على 10424 صوتا. المرشح محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، وشهرته صابر عبد الحكيم، وحصل على 26642 صوتا، على أن يجرى الاقتراع بجولة الإعادة يومي الجمعة والسبت الموافقين 6 و7 من شهر مارس لعام 2020 لإبناء الدائرة المقيمين بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10 و11 من الشهر ذاته لأبناء الدائرة المقيمين بالداخل، تطبيقا للجدول الزمني لهذه الانتخابات التكميلية. أقول هنيئا للفائز بدائرة قسم شرطة الجيزة بثقة الناخبين بدائرته، وشكرا لكل لكم أبناء دائرتي الجيزة وملاوي حرصكم على مباشرة حقوقكم السياسية كمترشحين وناخبين، وقد كنتم وبحق على قدر المسؤولية، وأننا كهيئة وطنية للانتخابات رئيسا وأعضاء